في إطار فعاليات الطبعة السابعة لكأس إفريقيا للأمم إفريقيا للاعبين المحليين، وفي إطار التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل مصالح الشرطة الأمنية ولاية وهران قصد إعطاء هذا الطابع الحدث القاري الكروي ويسوده جو الطمأنينة والأمان، اتخذ مصالح الشرطة الأمنية ولاية وهران سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية وحتى التقنية قصد مرافقة وتسيير وتنظيم وتأمين هذا الحدث الكروي. كما تشاهدون توافد كبير للجماهير، مصالح الشرطة الأمنية على ولاية وهران على قدم وساق قصد تسهيل مهمة الجماهير التي سترغب في مشاهدة هذا الحدث الكروي.